السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين حملة شرسة من التونسيين ضد لاعبين جزائريين ناشطين بتونس، وان يطلبوا بطردهم. يعني واش عندنا كيفاش سؤال يهدر، واش عندنا إعلام، يعني واش عندنا في الفيسبوك تاعهم، يعني واش راه يدور عندهم. حنا غير نقول لكم الناس هذو لما يقول لك بلي كومشي حنا ما يبانوش، ثاني كومشي نتوما النهار اللي ربح النهار اللي السيار بخسرت، يعني شكون اللي ربحها؟ ربحها ربحوها لاعبين جزائريين، ربحوها لاعبين جزائريين دخلوا قلبوا البارتية. هذه هي هو راه خدام، يعني ما راكش تعطيه باطل. لعاب جزائري في تونس اي في اي بلد راه خدام، ما راش قاعد في دارهم وانت راك تجيب له درام تقول له واليك راك مسني معنا باطل، انت يقعد هكا ونقول له راك مسني وراك. وكون ما جاوش لاعبين فيك ما يلعبوش عندكم، ما تعيطولهمش، وكون ما طحتوش في ازمه بعد هروب الرئيس تاعكم المخلوع هو ومرته وولده اللي يبغي الشيكولا، ما يهرب ما تجيبوش. انتم كنتو تجيبو من لافريك، انتم كنتو تجيبو من لافريك وتبيعو لاوروبا. ثم أزمة تاع أندية تاعكم برك أموال، وين انقلبتوا على الجزائر؟ ثم اللي يشد عندكم مغاريا برك النجم الساحلي، اللي يشد عندكم ملعب، ومغاريا لعابة، مغاريا فايق لعابة، اللي يشد عندكم هو مغاريا برك، ما الآخرين ما يشدوش عندكم، الآخرين ديروا لهم هاك ديروا لهم هاك وبعد تدمروهم يروحوا. ضروك نتوما راكم تبعوا في اللعابه الجزائريين، علاكم تبعوا في اللعابه الجزائريين؟ نعطيكم تخطيط، شكون اللي حللكم باش تدوا؟ شكون اللي حللكم الطريق باش تدوا؟ علاش نتوما تدوا حنا ما نجيبوش من عندكم؟ انقطعوا والديها، انقطعوها، ما استفاديناش من عندكم حنايا، نتوما غير تدوا، حنا استفادينا عندكم من عندكم ما استفاديناش. هو زدتي حل عليكم باش يبيع اللعابه تاعه. هذا مكان ومين ما شافش القوة تاع اللعابة تاعو يروحوا لقطر، يروحوا لتونس ومن تونس يروحوا لقطر، يعني وين دار ما دار ما صراو مشاكل بينه وبين رئيس الاتحادية التونسية. هذه نعطيها لكم، هذه كاينة هذه وتكون فانكة. وين حقق المنتخب الجزائري كأس العرب 2021 بقطر أمام منتخب تونس بالعاصمة القطرية الدوحة على الملعب البيت المونديالي أو كما يعرف بالملعب الخور، وإن حقق المنتخب الوطني الفوز في جميع المباريات التي لعبها في كأس العرب. حنا نتوما لا يغايبتكم، حنا خسرنا ما كاع خسرنا كاع معاهم، جيتو نتوما ربحناكم. حنا من نهار الأول دخلنا بنفس الروح، كملنا بنفس الروح، يعني بروح قتالية، كملنا بروح قتالية. نتوما لا يغايبتكم وبغيتو دوك اللعابه يعطوكم الماتش، ولا كي بغيتو بن عياده شتي توغاي، يعني بغيتو نتوما يعطوكم الماتش ولا اش بغيتو؟ ها والله اش بغيتو نتوما؟ هو بغيتوهم يعطوكم الماتش يمدوكم الماتش. وين حقق المنتخب الوطني فوز في جميع المباريات التي لعبها في كأس العرب إلا أمام المنتخب المصري، وين تعادل إيجابي في الدور المجموعات، كما فاز على مستضيف البطولة العربية المنتخب القطري في النصف النهائي. حنا قطريين لعب شحال من لعابة يلعب في قطر، شحال كاين؟ شحال الجزائريين؟ هضروا متثقفين، أين أي متثقفين متربيين متربيين جايين صلاو لوقاتهم نورمال، صلاو العيشة، شراو هاكا صوالح لولادهم، قاودوا ولادهم في الوطن، ركبوهم راحوا للسطاد، حالي الايفون تاعهم هاكا نورمال، يتفرج قدام يتفرج قدام، لا تخرج في الكاميرا قدام، لا تخرج عندنا حنايا في المباشر، هو يشوفها قدام لا تخرج، يطلع يشوف يعني لي. ومن بعد كملوا البارتيا راحوا لديارهم يخرجوا نورمال، مكان لا هاي لا لا استديوهات يعايروا لا منا مكان والو مكلمو. حنا درنا ماتشني خرجت قناة النهار تحسب بلي إليميني وخسارة، تحسب إليميني وخسارة، الفيسبوك ما خلاش، الفيسبوك ما خلاش،
مالكم مالكم توما توانسة مالكم شكاين شكون باغيين على مكاش بغداد منتح شيكون بلايلي شيكون يعني كاين بزاف لعابة بزاف بن عمري راهو في قطر يعني أغلبية تاع اللعابة تاعنا شحال كاين من لعابة يلعب في قطر شحال كاين كاين لعابة كاين أقل وقيلة بلاك 9 ولا 10 سفيان هني كاين 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 عزي كاين كاين بزاف لعابة كاين كاين عابد كاين بزاف لعابة يلعبوا نورمال يلعبوا نورمال كانت مشكلة وغادي يزيدوا يدوا لعابة وين شاهدت في واحد الصفحة الرسمية تاع ليكيب تاع تاع شتي وين قال لك يعني كيفاش من الفريق قطري رسميا وين غادي يدي شتي حنا على بالنا بلي لعابة تدو من تبيعوهم من بيعوهم في قطر على بالنا وينشط العديد من اللاعبين الجزائريين في الدور التونسي امثال طيب مزياني وإلياس شتي ومحمد امين طوغاي وحسين بن عياده وعبد القادر بدران وقد تعرض هؤلاء اللاعبين لحمله شرسه وكبيره من طرف صفحات فيسبوكيه تونسيه بعد ان حقق مع المنتخب الوطني الجزائري كاس العرب امام منتخب تونسي خاصه حسين بن عياده الذي تشاجر مع اللاعب التونسي حنيبال في مباراه نهائيه فبالرغم من ان اللاعب الجزائري حسين بن عياده تحدث مع اللاعب بعد نهايه المباراه وطلب السماح منه الا ان صفحات تونسيه طلبت بفسخ عقده مع ناديه النجم الساحلي التونسي امور على بالك صوالح راكم ديروا فيهم الله ما زهمنا ما زهمنا ما تصدق قطري قال لك يا ودي لازم بلايلي طردوه ولا قال لك فلان طردوه ولا سفيان ولا ياسين ابراهيمي قال لكم طردوه ولا بلايلي قال لكم لازم ما يوليش القطر ناس توما عندكم توما حنا رانا منشطيكم اللعابه الجزائريين راهم رافديلكم في النيفو تاع تونس لعابه جزائريين ونفتخروا بهم بدران جماعه كاع وين راهم مطلعين لكم النيفو تاع تونس لا هذه هي كما نقولوا حنايا هذو التونسيين راك تشوف مالغري حنايا قطر فزنا عليها في بلادها ولعابه شكون لعابه بلايلي ابراهيمي بونجاح يعني ما صح ما كاش مشكل كي تشوفو ما كاش مشكل هاي غير نتوما اللي تعرفوا كرة القدم كيما قالهم شوالي قالهم الجزائر ربحتنا بسلاحنا تاع سلاحك هذول الجزائر هذول الجزائر سي محمد تاع السلاح لي عندك نتايا عندك تاع سلاح سلاحك تفي ريما معانا حنايا قلنا لكم الحمد لله يا ربي كاين لي فيديو قلنا لكم يا ودي يا جماعه انتم لعبتوا مع فرق خليجيه ماهيش معيار ماهيش معيار قلتها للمغاربه بلي ما يكونش معيار ما درتوش معيار حقيقي تلاقاو بينا خسروا قلتها حتى القطريين قلت لهم قلت بلي قطر يعني فاتت مع فرق سهلة ماهيش معيار حنا لعبنا مباريات ماراطونية وبطولية لعبنا أمام مصر أمام المغرب أمام البلد المنظم ولعبنا معاكم نتوما شفتوا رواحكم كاليبيتو مع مصر وقلت لكم غادي نربحوا هادو تونس خاطش عليه هما داروا معيار تاعهم مع مصر راحت مصر صايلة شت البارسا صايلة كيما مصر شوف من 2009 مصر حسابات هاي تمشي هاي تحسب الحسابات بيديها راحت لها الماشينه ما يحسبوا غير بيديهم هذه ماشي اهانه للمصريين لا والله ما اهانه للمصريين هذه حقيقه والمصريين يعرفوها انا تهدر لي من الجيل تاع ابو تريكا واللي الرول واه نقول لك كاين صح من 2009 ورواح وين راح ذاك الجيل تاع ابو تريكا والحضاري واوائل جمعه هذاك الجيل راح يعني والله لا أصبح مكون من أندية يعني اللي ما تخافش لعابة بكري كانت الأهلي المصري كان الزمالك كان الإسماعيلية كانت شكاية لا ولا الإسماعيلية كانوا يعيطوا لها بريزيل العرب
الاسماعيليه كانت بريزيل العرب سي محمد. الله فيها مكاشي وين راهم اسماعيليه تاوحو مكاشي. هاي نقول لكم يا ودي ناس هادو لما يهضروا ومكثرين الحس ما كان والو. كاش قال يهفكم ما كان والو. الريح في الشبك هذه هي صعيدو.